ننتقل للحديث عن بعض الأساليب التربوية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال المعلومات للصحابة الكرام، وهذا درس مهم لإخواننا العاملين في حقل التعليم وفي حقل التربية. من الوسائل تكرار الحديث وإعادته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، يعني يذكر حديثا يعيده مرة ثانية ويعيده مرة ثالثة حتى يراعي المستويات المختلفة للمتلقين، وحتى من لم يسمعها في المرة الأولى ممكن يسمعها في الثانية، ما سمعها في الثانية يسمعها في المرة الثالثة. من الأساليب أيضا التأني في الكلام والفصل بين الكلمات، يعني كان يتكلم كلاما مفصلا، الكلمة تفصل تفصيل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، وإنما كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. لذلك إذا نظرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها عبارة عن عبارة، ثنتين ثلاثة، سطر سطرين ثلاثة، ليس بالأكثر، وكان يقولها مفصلة كلمة كلمة، حتى لو أردت أن تعد هذه الكلمات تستطيع أن تعدها، وهذا أسهل للحفظ والتلقي، وهذا سر عجيب في حفظ جميع السنة النبوية. فتجد أن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم حفظوا عشرات بل مئات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مستعدون فطريا وذكائيا ليكونوا أوعية للحديث النبوي. أيضا من الأساليب التربوية الاعتدال وعدم الإملال واختيار الوقت المناسب. يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، يبحث ما هو الوقت المناسب للموعظة يعظهم، ما هو الوقت المناسب للدرس يدرسهم، ليسوا في مزاج يسمح للدرس يشغلهم بشيء آخر، يستغل المواقف، كل ما يحدث موقف يأتي التعليق النبوي ليرتبط الحديث النبوي بالموقف فلا ينساه المتلقي، وهذا أثبت وأرسخ في الذهن. ولا يكثر من الكلام، لأن كثرة الكلام يمل السامعين وينسي آخر الكلام أوله. من الأساليب أيضا التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب ضرب الأمثال، وهو أسلوب استمده النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمثل إخوان الكرام أقرب في إيصال المعلومة للعقل والقلب، فهو يقرب المعاني المحسوسة المجردة، يجعلها بصورة حسية قابلة للاستيعاب. وعندما تقدم الحكمة أو المعنى المجرد على شكل قصة أو على شكل مثل يرسخ بالذهن ولا يزول من الذهن. من الأمثلة مثلا يقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا مثال، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والسيرة النبوية حافلة بالأمثال. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. وهذا دليل على كثرة استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للأمثلة وللتمثيل في كلامه. من الأساليب النبوية التربوية أيضا أسلوب طرح السؤال. طرح السؤال، من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. طبعا هذا السؤال نوع من العصف الذهني، يعطيه السؤال ويرفع
كل واحد يبدأ يفكر في الجواب، ثم بعد ذلك يسمع آراءهم ثم يعطيهم الجواب بعد أن يعصر أذهنتهم. ألا أدلكم ما على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أحيانا يسألهم عما يعلم أنهم لا علم لهم به، وأنهم سيأكلون في النهاية، سيعجزون ويذكرون، يطلبون من النبي السؤال. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأحيانا يسأل سؤال فيحسن أحد الصحابة الإجابة، فيثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه تشجيعا وتحفيزا له، كما فعل مع أبي بن كعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: يهنك العلم يا أبا المنذر. فهذا استحسان وتشجيع يبحث المتعلم على الشعور بالارتياح والثقة بالنفس، ويدعوه إلى طلب وحفظ المزيد من العلم وتحصيله. هذا يسمونه التعزيز الإيجابي، التعزيز الإيجابي positive assistant. إلقاء من الأساليب أيضا إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام والداعية إلى الاستفسار والسؤال. من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه في السوق، فرأى جدي ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ سؤال عجيب، يعني من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. فقال: أتحبون أنه لكم؟ يعني بدون فلوس، تاخذوه من غير فلوس. قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك في شيء في إذنه. فقال: فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن أثار تعجبهم، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. من الأساليب التي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الوسائل التوضيحية. الوسائل التوضيحية، من الوسائل التوضيحية ما يسمونه بلغة الجسد، التعبير بحركة اليد. مثال: تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه عندما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. من الوسائل الإيضاحية استخدام الرسم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم مربعا ورسم خط في وسط المربع، هذا الخط يخرج من المربع. فقالوا: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذا الإنسان وهذا المربع هو أجل الإنسان، وهذا الخط الطويل هو أمل الإنسان. ثم رسم خطوط عرضية وقال: هذه الأعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم رسما توضيحيا على الرمال، ووضح الإنسان وأن الإنسان أمله أطول من أجله، وأجله محدود، وهو دائما يفكر بأبعد من أجله. ومن أيضا مرة رسم خطا مستقيما ورسم خطوط متعرجة بجانبه، فقال: هذا الخط المستقيم هو صراط الله، وهذا سبيل الله، وهذه طرق الشيطان. قال: وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من أيضا الأساليب رفع الشيء وإظهاره.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك الحرير والذئب ورفعهما وقال: ها إن هذين حرام على ذكور أمتي. فهذا أيضا تعبير بالحركات وبلغة الجسد. من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التعليم العملي، وهو أثبت في الذهن من التعليم النظري. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر ثم قام فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قام، يعني وقف فوق المنبر ومثل للصحابة تمثيلية الصلاة، وهم قلدوه وتعلموا تعلموا منه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية استعمال العبارات اللطيفة والرقيقة. من ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. لقد راعى المعلم الأول صلى الله عليه وسلم جملة من المبادئ التربوية الكريمة كانت غاية في السمو الخلقي والكمال العقلي، وذلك أيضا في تعليقه على ما صدر من بعض أصحابه، جعلت التوجيه يستقر في قلوبهم وبقي ماثلا أمام بصائرهم. من أمثلة ذلك تشجيعه، طيب كيف تعامل مع المتلقين، من ذلك تشجيعه للمحسن منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ ويحسن صوته في القراءة، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزمار آل داود. فقال له: يا رسول الله، لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. من الأساليب الإشفاق على المخطئ وعدم تعنيفه. من ذلك معاوية بن الحكم السلمي، كان مسلم جديد، فجاء إلى المسجد وصلى في الصلاة، فأحد المسلمين عطس فقال: يرحمك الله، في الصلاة. فالصحابة بدأوا ينظرون إليه شذرا وهم في الصلاة، فقال: واثكل أمة، لما تنظرون إلي هكذا؟ فبدأوا يصفقون على ظهور أيديهم ليسكتوه، فعلم أنه لابد أن يسكت فسكت. فلما انتهى من الصلاة توقع أن حفلة ساخنة سيتلقاها، فقال: والله ما كهرني رسول الله، ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي برفق: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومعلوم أيضا أحد أعرابي جاهل جاء من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ورفع ثوبه وبال في وسط المسجد، فأقبل عليه الصحابة ليقتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله. ثم قال: صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ونادى للأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. من الأساليب النبوية عدم التصريح باسم المخطئ والاكتفاء بالتعريض. من ذلك رجل اسمه عبد الله ابن اللتبية، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات، فأقبل بعض الهدايا من المتصدقين، وطبعا هذا رشوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر، قال له ابن اللتبية: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وصعد المنبر وخطب وقال: ما بال الرجل العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. لم يذكر ما بال فلان، ما بال العامل نبعثه، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. نعم. ثم رفع قال
والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى بان بياض إبطيه وقال: اللهم بل هل بلغت، اللهم بل هل بلغت. نعم، من الأساليب أيضا الغضب والتعنيف عندما يكون هناك مقتضي أو مقتضى لذلك. من ذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحف من التوراة يقرأها، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. طبعا هذا ليس منعا من الاطلاع على ثقافة الآخرين أو أديان الآخرين، وإنما كان هذا في مرحلة الدعوة وبناء الثقافة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض أن يكون هناك مصدر للتلقي للمسلمين غير القرآن الكريم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وأمره بألا يقرأ في التوراة لأنها لا تصلح، كونها مصدر كتاب محرف لا تصلح أن تكون مرجعا للتلقي. من الأساليب أيضا انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معان مناسبة. من ذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، أضاعت ولدها، فلما رأت ولدها أخذته ألصقته إلى صدرها وأرضعته، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هي بتبحث عنه ملهوفة عليه وثم تضعه على صدرها وترضعه، ممكن هذا تلقي هذه في النار؟ فقالوا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. بعض التشريعات التي شرعت في هذه الفترة.